صغير ولا حاجة، ممكن تركبه على الكوباية ديت خلفك وتركب بيه ويركبه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة معانا الحلقة الثانية من اكسسوار الدراجات الهوائية. بس يا ريت قبل ما ابدا شرح العملي بناشد كل الناس اللي لسه مشتركتش معانا في القناه، يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. طبعا هنستعرض كل قطعه واحده واحده زي ما انتم شايفين، زي ما انتم عارفين، وان شاء الله هنسيب رابط الفيديو بتاع الحلقه الاولى اللي قبل ديت في صندوق الوصف. اول حاجه معانا في المجموعه ديت اللي هي مجموعه الاكسسوار اللي معانا ديت، دي المجموعه الثانيه، الجرس. طبعا الجرس دي جرس حديد، انا كنت عارض المره اللي فاتت جرس بلاستيك، والجرس الحديد اللي معايا ده احسن من الجرس البلاستيك مليون مره. طبعا الجرس ده حديد كله وما بيبص زي التاني، والتاني ممكن تشتري من هنا ويتكسر منك على طول وما تستفدش منه بحاجه. طبعا ده صوته جميل جدا، حاجه ممتازه مش زي البلاستيك، والبلاستيك انا بضمنه دي 28 جنيه، وانا عارض برضو جرس في الحلقه التانيه ارخص من ده. اللي بعد منه الحاجه اللي طبعا اللي مفيش عجله تقدر تستغنى عنها، وهو القفل. طبعا القفل ده قفل استيك زي ما انتم شايفين، حاجه ممتازه جدا وبناشد كل الناس. يبقى عنده عجله عاوز يسيبها في حته، عاوز يخش يجيب طلب من المحل، لازم يكون مع القفل يقفل عجلته عشان يطمن عليها من السرقه. الحاجه اللي معانا برضو النهارده المرايات دي، طبعا مرايات كبيره زي ما انتم شايفين. والمرايات دي ميزتها ان انت مثلا تبقى سايق العجله، دي بتجيب اللي وراك، ودي انت بتعمل شكل جميل للعجله، بتركبها على الجدون بتاع العجله، هو الجدون المسطره. ودي طبعا المرايات دي بتمنها 20 جنيه، وان شاء الله هنستعرض برضو المرايات التانيه اللي هي المرايات الصغيره بتاعتنا، اهيت المرايات الصغيره اللي معانا ديت. وطبعا المرايات دي بتدي شكل جميل للعجله وحاجه ممتازه جدا. وطبعا تمن المرايات ديت، تمن الواحدة 5 جنيه، يعني الاتنين ب10 جنيه. اللي بعد معانا في المجموعة ديت اللي هي الكلاكس الهوا الكبير، طبعا ده صوته عالي جدا ومفيش عجلة تقدر تستغنى عنه، بتركبه على الجدون هنا، ودي بيركب في أي حتة في العجلة، بيركب مثلا على الفرامل، على الأكسل القداماني، وده صوته عالي جدا وبيحب ودايما استخدامه دايما في الزحمة، ودي تمنه 50 جنيه. حامل موبايل، ودي حاجة تحفة فنية. وطبعا الحامل ده بيركب على الجدون من هنا بالأفيس ده، والمسمار ده بيتربط على الجدون، وديت بتديك حجم الموبايل، والزرار ده بتضغط عليه بيقوم قافل لك على الموبايل خالص. وفي هنا برضو سندات من تحت عشان الموبايل ما يقعش، ودي حاجة ممتازة جدا. وطبعا مفيش كل واحد بيستغناش عن الموبايل بتاعه، ودي بتدي شكل جميل جدا على الجدون بتاع العجلة وممتاز جدا، ودي تمنها 50 جنيه. الكوبايات النيجر اللي كلنا عارفينها، طبعا الكوبايات ديت محدش يقدر يستغنى عنها، وتدي منظر جميل للعجلة، تحس ان العجلة فخمة كده. طبعا انت عليك اخ صغير ولا حاجة، ممكن تركبه على الكوباية ديت خلفك وتركب بيه ويركبه معاك في العجلة في نفس الوقت. اللي بعد منها الجدون البي ام اكس، الكرسي البي ام اكس التحفة الفنية اللي معانا ده، شكله جميل جدا. وده تعتبر يعني انت لو عندك كرسي عادة تركب كرسي من ده، شكله احلى وانضف بكتير من الكرسي التاني، ودي 58 جنيه. الحماية، حماية الجنزير اللي بيسموها علبة الجنزير، طبعا دي شكلها جميل جدا وبتركب على الجنزير، وبالذات العجل اللي هو النيجر، ودي تمنها 25 جنيه. اللي بعده معانا اللي هو الترومبة الصغيرة، طبعا الترومبة الصغيرة دي محدش بيقدر يستغنى عنها، ودي طبعا عشان العجلة مثلا لو مهوية أو مريحة شوية، فبالتالي بتحتاج الترومبة الصغيرة دي عشان تفوخها، ودي إن شاء الله تمنها مش غالي، دي تمنها 20 جنيه. مقابض الجلد اللي انت امام حضراتكم دي، في منها الوان وانواع كتير، ودي نوع النجمة زي ما شايفين، في منه اصفر واخضر واحمر، ودي تمنهم 15 جنيه، مش غاليين خالص. وفي برضو نفس النوع ده، برضو نفس المقابض بلون تاني بماركة تانية،
وكده ان شاء الله خلصنا المجموعة ديت. وبنشد كل الناس اللي لسه ما اشتركتش معايا في القناة يا ريت تشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا لايك للفيديو عشان يوصل على المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله.